أسعد الله مساكم كل خير مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في أمسية متجددة من برنامج حديث المساء. نأخذكم في جولة مميزة بالمنطقة الشرقية وإمارتنا الباسمة إمارة الشارقة، نعرفكم على أهم العناوين والمواضيع المتعلقة بالمنطقة والإمارة، إضافة إلى ضيوفنا المميزين في الحلقة وأيضا اللي راح ينورنا إن شاء الله في استديو حديث المساء. مشاهدينا كما عودناكم دائما نبدأ معكم المساء بأهم العناوين. المنطقة الشرقية تشهد حراكا وزخما جاذبا للاستثمار العقاري. القراءة الرقمية ومدى أهميتها في ازدهار الثقافة. ومركز خور كلباء لأشجار القرم بيئة حاضنة لمختلف الكائنات الحية. بالتأكيد مشاهدينا الكرام كما ذكرنا لكم إن شاء الله راح يكون كثير من الفقرات الحاضرة معنا وزملاء المراسلين اللي يجوبون المنطقة الشرقية ينقلون جماليات المنطقة وما تشهده من فعاليات. مشاهدينا الكرام، يشهد القطاع العقاري في المنطقة الشرقية من الإمارة حراكا وزخما إيجابيا وجاذبا للاستثمار بالتوازي مع استمرار عمليات التطوير والتنمية في البنى التحتية، وتواصل إطلاق المشروعات السكنية والتجارية والسياحية المختلفة فيها بتوجيهات ومتابعة دائمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. وكشفت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن إجمالي قيمة التصرفات العقارية التي سجلتها مدن إمارة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية خلال عام 2021 بلغ 847 مليون درهم. ولتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر مداخلة هاتفية الأستاذ عمر يعقوب المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة. حياك الله معنا أستاذ عمر، مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور والسرور، حياكم الله ومتشرفين بتواجدنا معكم. يا مرحبا. في البداية أستاذ عمر، يعني لو نتحدث قليلا عن فروع المنطقة الشرقية وإسهاماتها لرفع قيمة التصرفات والمعاملات في عام 2021. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري متمثلة في فرع للمنطقة الوسطى وثلاثة فروع في المنطقة الشرقية. مدينة خورفكان لها فرع، ومدينة كلباء بها فرع، وأيضا مدينة دب الحصن بها فرع. في الحقيقة الفروع تسهم بدور كبير وحيوي في تنفيذ وتطبيق أهداف الدائرة واستراتيجيتها، والتي تهدف بشكل كبير إلى تسهيل ممارسات الأعمال في القطاع العقاري، طبعا من خلال تقديم خدمات ابتكارية وتكنولوجية والتي هي بحد ذاتها تفيد كل من المستثمرين والملاك والمطورين والوسطاء العقاريين أيضا، وكل من يعمل أخي في هذا القطاع الحيوي. نعم أستاذ عمر، ما مدى إسهام القطاع العقاري في المنطقة الشرقية؟ أخوي لا أخفى على الجميع أن القطاع العقاري لا يقل أهمية عن أي قطاع حيوي في الإمارة. نعم. وأنه هو أيضا مكمل لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية أيضا. وهذا جزء مهم في منظومة العمل التجاري ودورة المال، وهو بطبيعة الحال يسهم أيضا بشكل كبير في استمرارية الاستثمارات والتداولات في المنطقة. نعم، حابين نتعرف أكثر أستاذ عمر على إجمالي قيمة التصرفات العقارية في عام 2021 بشكل مفصل عن كل مدينة في مدن المنطقة الشرقية. حاضر. طبعا مدينة كلباء شهدت تداولات بقيمة 207 ملايين درهم، أما مدينة خورفكان سيدي شهدت قيمة التداولات فيها 174 مليون درهم، أما المدينة الفاضلة مدينة دب الحصن فكانت قيمة التداولات فيها 20.3 مليون درهم، يعني 20 مليون و300 ألف درهم. ما شاء الله، يعني مدينة كلباء كانت المركز الأول مثل ما يقولون. هي طبعا لها نصيب الأسد، مدينة الفاضلة، مدينة كلباء المدينة الجميلة. نعم، ما السبب أستاذ عمر في أن يعني هناك بعض المناطق تكون نسبة أعلى فيها على المناطق الأخرى؟ طبعا مدينة كلباء هي اللي كان لها نصيب الأسد مثل ما قلت لك في عدد في قيمة في إجمالي قيمة التداولات في المنطقة. نعم. السبب أخوي بعد ما رجعنا للواقع في المدينة تبين لنا
إن كان السبب الأكبر في حقيقة الأمر هو المشاريع التي أمر فيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، أبونا الله يطول بعمره ويحفظه، كانت عنصر جذب لرؤوس الأموال في الحقيقة. يعني طبعا في القطاع الصناعي أكثر كانت في مدينة كلبة، وكذلك زادت الرغبة والإقبال على الأراضي السكنية في مدينة كلبة. لذلك لاحظنا أن المنطقة الصناعية هي اللي شهدت أكثر من 77 معاملة ما شاء الله، ثم منطقة الساف بواقع 46 معاملة. طبعا أخوي في سبب ثاني وبعد احنا نراه رئيسي، هي انه زادت نسبة تركيب الاراضي القديمة حسب المخططات الحديثة المعتمدة. دائرة تخطيط المساحة تعتمد مخططات حديثة لكل منطقة، الناس بدورها تقوم بتركيب هذه العقارات القديمة على المخططات الجديدة، وتتغير نوع استعمال الاراضي، وبهذه العملية يكون في سهولة ومرونة في التداولات. نعم. طيب استاذ عمر، ما ابرز السندات الملكية التي اجريت في فروع المنطقة؟ سيدي الكريم، سندات الملكية في المنطقة الوسطى كانت من نصيبها 2315 معاملة، أما في مدينة كلباء فكانت 1342 معاملة، فور فكان طبعا 877 معاملة، أما دبل حصن فكانت 136 معاملة. يعني إجمالي عدد المعاملات التي تم أصدارها في جميع الفروع 5350 معاملة، والمعاملة اللي تصدرت هذا الرقم هي معاملة الفرد الحقيقة بواقع 1888 معاملة. ما شاء الله، عدد نعم. عدد كبير فعلا. السوق بخير الحمد لله. الحمد لله. طيب أستاذ عمر، أيضا يعني نتحدث عن إجمالي شهادات الإفادة عن الامتلاء الأملاك وكذلك، كم بلغت؟ في الحقيقة إجمالي عدد شهادات الإفادة التي تم أصدارها في الفروع بلغت تقريبا 19290 إفادة موزعة على الترتيب الآتي. طبعا مدينة كلباء كان لها أيضا نصيب الأسد في إصدار شهادات الإفادة بواقع 6371 معاملة، أما خورفكان 6352 شهادة إفادة، مدينة دبل حصن في المركز الثالث بواقع 3454 إفادة، أما المنطقة الوسطى فهي 3167 إفادة. ما شاء الله. نتعرف أكثر أستاذ عمر عن معاملات البيع كذلك اللي أجريت في المنطقة الشرقية خلال 2021. في الواقع سيدي الكريم أن جميع معاملات التصرفات العقارية والصفقات العقارية مهمة لدى الدائرة، صحيح، ولكن أكبر الصفقات تكون تقريبا على المباني ذات الارتفاعات الأكبر، يعني فهي كان لها نصيب الأسد في التصرفات العقارية في المناطق الشرقية. نعم. في كل مدينة أستاذ عمر، ما أهم الأراضي اللي استحوذ التداول فيها؟ في مدينة كلباء مثل ما ذكرنا سابقا أن المناطق الصناعية، القطاع الصناعي شهد تطور كبير في مدينة كلباء، فكانت أكثر مناطق تداول فيها اللي هي منطقة صناعية والسكنية والاستعمال الأراضي السكنية والقليل من الأراضي الزراعية. أما في مدينة خورفكان كان أكثر معاملات في الأراضي الصناعية والسكنية بشكل كبير، أما دبل حصن يعني شبه يكاد أن المعاملات تكون جميعها سكنية. نعم، جميل. كلمة أخيرة أستاذ عمر توجهها في نهاية هذه المداخلة الهاتفية. طبعا سيدي الكريم، القطاع العقاري قطاع حيوي، والسوق في إمارة الشارقة سوق ليس واعد بل سوق يعني ركيز وقوي، صحيح، وبنية تحتية قوية ومتأثرة، فأنا أنصح جميع من ينوي الخوض هذا، خوض غمار العقارات والصفقات العقارية والتصرفات، أتمنى منه أن يتخذ مبدأ دلني على السوق. عندما تسأل دلني عن السوق مثل ما آخر رسول بين المهاجرين والأنصار، دلني على السوق على أحد المهاجرين، فراح سأل في السوق وبدأ يسأل ويتعلم حتى صار من كبار تجار الصحابة. نعم. فاللي بيسأل وبيتثقف، الدائرة تطرح دورات عقارية، عندها أكثر من منبدة للاستعلامات، عندها دورات تثقيفية، دبلومات مهنية، فأنا أوجه رسالة للجمهور اللي حاب يعني يدخل في القطاع العقاري ويشتغل فيه إنه يثقف نفسه، وبعدها إن شاء الله ينطلق إلى حياة التداولات والصفقات العقارية، والله يوفق الجميع. آمين يا رب العالمين. بالتأكيد أستاذ عمر يعقوب المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشرقة، نشكرك على هذه المداخلة وعلى جهودكم كذلك اللي بالفعل تقدمونها من ورشات ومن ندوات تثقيفية وتوعوية حول العقارات وامتلاك العقارات المنطقة، فأنتم سبب أساسي بالتأكيد في نجاح هذه العملية. شكرا لكم.
شكرا شكرا ماجد، الله يحفظكم يا رب. شكرا لكم، شكرا.